حياكم الله سماحة السيد محمد علي عليكم الأعرجي، السلام ورحمة الله. شلونك سماحة السيد؟ أحيا الله وأصبك، الله يحفظكم، الحمد لله، يا أهلا وسهلا. استفسار جزاكم الله خير. نعم تفضلوا. حياك الله سماحة السيد. في كتاب التوحيد في كلام الإمام الخميني في الفصل السادس في المجلد الثاني، التوحيد الأفعال، قال: أمير المؤمنين هو اللوح والقلم والعرش والكرسي. هو بيقول خميني ذلك، وقال: أنا أمير المؤمنين، قال: أنا اللوح وأنا القلم وأنا العرش وأنا الكرسي، أنا السماوات السبع، أنا نكتة باء بسم الله. فكيف ذلك أن أمير المؤمنين هو اللوح والقلم والعرش والكرسي؟ اللوح أقصد، أعتذر. تفضل. ألو سماحة السيد، الأعرج الخط مفتوح والله. سماحة السيد هل تسمعني؟ نعم نعم أسمعك، سمعت السؤال، أسمعك. إيه طبعا رأيك؟ هو لا يقصد المثال العيني بهذا الكلام، وإنما فيه تفسير وتأويل. ما فسرش الكلام العيني أنه أنا اللوح هو اللوح المحفوظ، وباعتبار أنه أصلا اللوح المحفوظ هو مجموعة معلومات معلوماتية وهذه المعلومات لخلق الدنيا. طب وأنا العرش؟ أصلا هو اللوح المحفوظ. وأنا العرش؟ العرش كذلك، العرش كذلك، العرش رمز جعله الله سبحانه وتعالى لحكومة الدنيا. الله ذلك رمز. الله الله، يعني عرش الله، يعني الإمام علي هو عرش الله، أي حكومة الدنيا. طب أنا الكرسي؟ أنا الكرسي سمعت السيد، أنا معك نقطة نقطة، أنا الكرسي. هذه المعلومات. معلومات إيه؟ أنا الكرسي، تقولي في أنا الكرسي. الكرسي يختلف عن العرش، يسلط على حكومة الدنيا، الكرسي تسلط على حكومة الدنيا. يعني الإمام علي كان متسلط بالكرسي، وكان متحكم بالعرش، وكان اللوح بالعلم، وكان القلم. طيب أنا السماوات السبع، ما معنى السماوات السبع؟ هذا المفهوم، التسلط لله سبحانه وتعالى. طب قال أنا السماوات السبع، ما رأيك؟ التسلط. صوت حضرتك بيقطع. انا السماوات السبع يا سماحة السيد، ما انا السماوات السبع؟ سماحة السيد الأعرج الخط مفتوح والله. شكرا ليك سماحة الشيخ الأعرج، الخط مفتوح ورب الكعبة. شفتم يا شيعة، اقر بذلك، اقر. شفتم الكفر، زي ما ياتي شخص ويقول انا الخالق انا الرازق انا المحيي انا المميت، فنقول له هذا كفر، يقول لك لا انا ما قصدت ذلك، أنا الخالق، أي أنا الذي أصنع هذه اللعبة لأولادي ليلعبوا بها، وأنا الرازق، أي أنا الذي أعطي زوجتي مصروف البيت فبذلك أرزقها، وأنا المحيي وأنا المميت، أي أنا الذي أيقظ الأطفال من النوم لأنه موت. بالله عليكم في دين كده يا شيعة؟ سيدنا علي عياذا بالله هو اللوح والقلم والعرش والكرسي والسماوات السبع. حكم لك أيها الشيعي، هل الخميني مسلم؟ اللهم ادع الشيعة وخذ بأيديهم إلى نور التوحيد.